واحنا عدنا عله وياك عندكم لا اكفي خليني باو على حمزانيات عندك عله وياي اي ليش مو رشدي يوميا باللي على تيك توك تطلع فيديوهات ايش يبقى يحسب ايش كم مره تقولين عزه عزه تحسبوا لي كم مره اقول عزه تحسبوا لي كم مره اقول عمري واهل المحتوى الله يستر عليهم مسوين هيك سكوب ثمانية علي كلها تحجش علي فهسه من شفنا كان يقول لي هاي فاطمه قيدور عزه خل اروح افضحك وين زوجك فضحتك كم مره انا اقول عزه كم مره اقول عزه بالفيديوهات من 10 الى 15 بكل لقاء لو بكل حلقه بكل لقاء ما لحق اقول 15 مره يا ظالم زوجك ده يتبلى علي عادي هي لو عزه لو مرتين مو اكثر ومن اسمع شعر اصلا اقول عزه اي ما شعر حقك مو بي احنا كنا وياك يعني ابيات شعريه وصور شعريه تستاهل عزه اي صحيح تعالي شويه هنا حتى يكون مكاننا احلى عاشت ايدك تمام عافيه حمزه يقول تمام زي انت ام منو ام شهم على فكره انت كل جدا جميله حبيبي الله يستر عليك ان شاء الله وعيونك هاي له عدسات هاي عدسات طبيه صدق بس كلش حلوه لايقه حبيبتي اشكرك ولا عيونك حبيبي انت شلون التربيه وياك والله شو جريتي نفس وصفنتي وتباوعي علي تسوي له حرامات لا مو حرامات بس تدرين احنا الجيل الجديد شويه يعني تختلف عن اهل قبل ايش يا مواليد انا 97 97 والجيل الجديد لا يعني احنا هم ترى هم يعني احنا نحكي اهلنا من يقارونا يقولون انتم الجيل الجديد واحنا هسه المفروض شو نقول للالفينات الجيل الجديد الجيل الجديد ما توقف شوف اي ما توقف اي زين شلون التربيه وياك شو احكي لي صعبه والله انا يعني كانت صعبه بس الحمد لله من كبر بديت اسيطر شوفي هو الطفل من يعبر الست سنوات يبدي يفهم انت شنو دا تقصدي اي لا معصبه حتى يفهمني حلو ايش قد عمره هو والله اربع سنوات ونص حبيبي ما شاء الله اي هو خشن من بين عليك اتوقعتك ستة سبعة بدرس شنو ما دا اسمع علي صوتك بدرس 700 قد عمرك هوايه هوايه عمرك هنا اربع سنين ونص هوايه العاد انا شنو انا بيبي هسه تعال حاكيني شنو هواي بعدك بعمر الورد خمسه عندك خمسه؟ ايه لا والله اربعه ونص مالك خمسه خلينا بالنص تولي زين احكي وياك بس 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 بس, بس, بس انت ليش ما ليش ما توقف عدل؟ احنا ندور هدايا هذا ساومينا يعني انت يعني انت جاي على مصلحه والله زين تريد هديه؟ انا اريد نشيد ايه غني لها غني لي اغنيه نشيد البسها اني اخوفك اخوفك طينيه هاي شبيك ايش دعوه هو قناع هديه كبيره ايش دعوه عاد يلا تريد هديه اعطيني نشيد يا اطفال يا حلوين سلموا الحديه هاي شنو تستحي راح يقتلني ابنك عادي عادي يقتلني اي صدق والله يمون علي اكيد مقتوله من جهالك عادي المبلل ما يخاف من المطر حساني مقتولة من جهالي ببيتي مو بالفلوجة يعني ما ترى ماني مو انت ام كل تتحمل عافية خلاص باية قنعتني يعني عادي اي ضربة مسموحة حياك هذه هدية هاي هدية لماما لان ماما تحكي وياي هاي هدية له لا مو له هو ما حكي وياي هو بس يرد يضرب مو ليش تخسرينه قولي له لك انا بعدين اخذها هاي الهدية من شركة رحلة النبع سفرة بما أنه أنتم عائلة هي تكون الشخص مجانا وتقدرون تتواصلون ويا صاحب الشركة هي يسوي لكم خصومات ما يقصر وياكم شوفكم ونورتي جويلاند احنا سعيدين بشوفتك حبيبتي عزيز مع السلامة